السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم الله في إطلالة جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم من القلب. هذا رمضان أزف على الرحيل، هذا رمضان خلاص ويعات وودعنا، هذا رمضان الخفيف الجميل اللي يعنا ببركته وخيره والمكافآت والجوائز اللي فيه، فمن أحسن استغلاله أخذ من نصيب هذه الجوائز الكثير والكثير، ورب سبحانه كريم ويعطي بكرمه فوق ما نتصور. لكن من استهان في رمضان وأخذت الملهيات واشتغل في المسلسلات واشتغل في البرامج التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وبدأ أنه يعني يعطي ولو أجزاء وقته البسيط لرمضان، فنقول له حسافة، هذا رمضان أزف على الرحيل. لكن مو يعني أن أزف على الرحيل يعني خلاص الواحد يستسلم، أبداً، لابد أن الواحد يعمل إلى آخر لحظة. يلا قوم آخر لحظة، لا تخلي ولا شيء الحين يشغلك، هذه آخر سويعات في رمضان. لما يعلنون العيد ذيك الساعة يعني خلاص نقول رمضان انتهى، لكن طول ما أنا ما أعلنوا لابد أن الواحد شنو يبدي يشتغل، يبدي يعمل ولو كانت أشياء بسيطة صغيرة، ما يدري وين البركة تكون، وقد تكون هي اللحظات الأخيرة كفيلة في تغيير هذا الإنسان، في تحسن حالته، في تطوره، في بركة في حياته، قد يعني يستجاب له في ما كان يتمناه في طول سنوات عمره. فلا بد أن الواحد يعمل لآخر لحظة في رمضان. موضوع اليوم وايد مهم، موضوع اليوم هو ما بعد رمضان. شنو يعني؟ يعني الحين الحمد لله دشينا هالدورة التدريبية 30 يوم اللي ربي سبحانه وتعالى عطانا إياها عشان فعلا نكسب من الأجر والخير الكثير الكثير الكثير، فننمي من هذه الحسنات ويرفع الله سبحانه وتعالى فيها الدرجات، ويختار الله سبحانه وتعالى فيها من العتقاء من النيران، وكذلك ربي سبحانه يعفو ويغفر لكل من دعاه وطلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما يقال في العشر الأواخر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن كل المسلمين الأحياء منهم والأموات. لكن سؤالي ما بعد رمضان، يعني هذه الدورة اللي دشيناها الحين استفدنا منها، عدلتنا، حسنتنا، عدلت من نفسيتنا، صلحت قلوبنا، صلحت علاقاتنا، حسنت من أدائنا، نورت تفكيرنا، هذه الأمور التغيرات اللي حصلت في هذا الإنسان من خلال رمضان، شنو لازم يسوي الحين بعد رمضان؟ هل يتركها خلاص يعني تنتهي بانتهاء رمضان أم لا؟ فدائما احنا نعلم ان الدورات التدريبية مؤهلة لسباق أكبر، لسباق أطول. دائما اللاعبين نراهم يدخلون في معسكرات مغلقة، معسكرات يعني نوعا ما فيها حصص تدريبية عالية عشان بطولة عالمية. هذا هو رمضان، رمضان ربي سبحانه عطانا إياه 30 يوم نتعلم منه، ننظف أنفسنا، ننظف قلوبنا، نفسياتنا، علشان المحك الجاي اللي هي الأشهر القادمة اللي فيها مصائب وفيها بلاوي وفيها شياطين وفيها يعني نفس أمارة وفيها شياطين الإنس، فيها كثير من الأمور يحتاج الواحد أن يبدي يقابلها ويجابلها يعني يواجهها بكل ما أوتي من قوة، من أخلاق، من أدب، من تعاملات طيبة، من قلب نظيف، من فكر نير، من نفسية قوية. هذه كلها تعلمناها من وين؟ من الدورة التدريبية، من رمضان. هذا هو المطلوب، لابد أن الواحد يعمل الآن إلى ما بعد رمضان. إنزين طيب، هل المطلوب مني أن الحين أوقف خلاص؟ لا، الحين دورك أنك أنت تبدي تعد خطة جيدة حق الأشهر القادمة، شلون احنا نطور هذه الإمكانيات، نطور هذه العبادات. لحسينا الحين ان قيمة العبادة مع الله سبحانه وتعالى فيها لذة، فيها انشراح، فيها سعادة. شفتوا هذه الإحساس وهذه المشاعر اللي سويناها من خلال العبادة اللي قمنا فيها في رمضان، لابد انها تستمر معنا، لأن استمرارها فيعني استمرار هذه المشاعر، استمرارها يعني استمرار هذه المكافآت، الأجر الله سبحانه وتعالى. فمن قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، ومن قام الليل فرب سبحانه يغفر له ويعطيه، فمن دعاه رب سبحانه وتعالى يستجيب له. هذا كله نحتاج أنه يستمر معنا ما بعد رمضان. خلونا نطلع هذا الفاصل القصير، لا تبعدون، ونرجع نكمل ونواصل. ما تدري ربي سبحانه يختار في كل ليلة عتقاء من النار، ما تدري هذا السلوك البسيط أو الاعتذار البسيط أو أنك أنت توصل إنسان أو تساعده في شيء ما يخطر على البال تكون هي سبب عتقك من النار.
كثير منا في رمضان يحرص على الرياضة واللياقة البدنية، لكن رمضان مدرب إيماني كبير وعجيب يحسن من لياقتنا الإيمانية بالذكر وبالصلاة وبالقرآن وبحسن تعاملنا مع الناس بالأخلاق. رجعنا معاكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير والبسيط. وموضوع حلقتنا اليوم وايد مهم، لأنه يتكلم ويتحدث عن ما بعد رمضان. هذا رمضان أزف على الرحيل، سويعات وينتهي رمضان، ولكن هذه السويعات لابد أن الواحد يستغلها أحسن استغلال. يعني ماكو شيء يشغلك إلا حتى يعلنون أن العيد غدا، بس إلى هذه اللحظة، طول ما أن اللحظة لحد الحين ما صار فيها إعلان، أنت في رمضان، فاستغل أحسن استغلال. ابدأ أمسك المصحف، ابدأ أدعي، ابدأ قوم الليل، ابدأ تسوي كل شيء اللي تقدر عليه وبالإمكان وبالسهالة، حتى نفطر صائم، حتى نتصدقة، حتى الأمور تقدر نسويها الحين عن طريق الأونلاين، عن طريق الأجهزة الذكية والمواقع، وما شاء الله متروسة وبسهلة وانت قاعد بمكانك. فلا بد الواحد يبدي يستغل هذا الموضوع إلى آخر لحظة. لكن سؤال حلقتنا اليوم، موضوعنا اللي هو ما بعد رمضان، هل الأشياء الإيجابية اللي اكتسبتها من رمضان تنتهي مع انتهاء رمضان، أم المطلوب منا نحن ننقل هذه الأمور اللي كسبناها إلى ما بعد رمضان؟ مثل ما قلت هذا المثال البسيط، نذكر نفسنا ونعيد حق التو متابعونا أن اللاعبين المحترفين دائما يدخلون معسكرات مغلقة ومعسكرات ذات حصص تدريبية عالية لأجل بطولة معينة، بطولة قد تكون هي الحاسمة، والبطولة هذه فيها منافسين وفيها نوع من يعني القوة، ولازم الواحد يكون في أحسن لياقته البدنية و الكثير من الأمور. فهذه الحصة التدريبية وهذا المعسكر هو نفسه رمضان. هذا رمضان هو المعسكر التدريبي لنا، فحسن من نفسيتنا، حسن من أدائنا، حسن من فكرنا، وكذلك عرفنا قيمة الطاعة، عرفنا لذة الطاعة، عرفنا هذه الأحاسيس والمشاعر من أين تأتي الإيجابية من خلال هذه الطاعات، وكيف أن الواحد لما يتقرب لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الطاعات كيف تتحسن حياته وتتطور وتكون أجمل وأفضل. هذه الدورة التدريبية ربي سبحانه وتعالى يدربنا من خلال رمضان حتى نواجه الحياة. الحين ما بعد رمضان تبدأ الشياطين موجودة، تبدأ شياطين الإنس موجودة، المشاكل والابتلاءات موجودة، الكثير من الأمور اللي تحتاج الواحد فعلا يمارس ويواجه هذه الأمور بكل قوة، بكل لياقة إيمانية عالية، بكل لياقة بدنية عالية، بكل مهارات، بكل حسن خلق، بكل أدب، بكل فهم واستيعاب، بكل قلب نظيف أبيض جميل يستطيع أن يستوعب هذه الأمور. هذا هو الأصل في يعني السؤال ما بعد رمضان. هذا الجانب. الجانب الثاني، الحمد لله في رمضان قمنا فيها الكثير من الأعمال العبادية والطاعة، من قيام ليل، من قراءة قرآن، من أمور اجتهدنا فيها الكثير والكثير والكثير منها، لكن لابد أن هذه الأمور تستمر معنا بعد رمضان. يعني شنو؟ يعني واحد اللي يقوم الليل، لما كنا نقوم الليل في قيام أو في التراويح، خلونا نستمر فيها بعد رمضان ولو كانت قليل. يعني قبل صلاة ركعات خلونا نصلي ركعتين، بس ركعتين مطلوبة منك في الليل قبل أتنام، ركعتين مع الشفع والوتر، تمام؟ اللي كان يقرأ في الأجزاء القرآن الكريم على الأجزاء، نبي يقرأ وجه واحد، صفحة مطلوبة منك. كل عمل أنت كنت تقومه في رمضان صغرة ما بعد رمضان، ابدأ فيه بالتدرج، لا تبدأ فيه بكل الضخامة أو بكل القيمة اللي كنت تعملها في رمضان، لأن رمضان جوه مختلف، الأجواء مختلفة. بعد رمضان الأجواء تختلف على هذا الإنسان، فيحس أنه فيه صعوبة، يحس أنه فيه نوعا ما اجتهاد أكبر وأكثر. فدائما خلونا نقلل هذه الأعمال والطاعات، شيء بسيط، قليل دائم خير من كثير منقطع، هذا هو المطلوب. فلا بد أن الواحد يبدأ شنو؟ يقللها صفحة، على ركعتين، على دعاء، على كذا، على صدقة، على يعني نوع لك. فيبدأ الإنسان كل فترة وفترة يزيد منها، اللي كان يصلي ركعتين في أول شهر يزيدهم في ثاني شهر إلى 4 ركعات، اللي كان يقرأ صفحة يبدأ يقرأ صفحتين، ويزيد في هذا التدرج حتى النفس تبدأ تسترجع هذه اللياقة، وأنها فعلا تبدأ تستوعب بظل وجود هذه الظروف اللي موجود حوالي الإنسان من مشاكل، من شياطين الأنس. فدائما فكر ما بعد رمضان يعني استمرار رمضان في ذاتك وحياتك. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة
مع السلامة.